وتغير لكن لك اسلوب في الاعذار، تجرح وترمي الدواء وتقيد اللي هوى، تجرح وترمي الدواء وتقيد اللي هوى، وتقول انا فيك الأمل خاب، لا تعرف الحب، لا تكذب على من حبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأحبة في حلقة جديدة مع نجم من نجوم قطر، واللي قدر ما شاء الله عليه يوصل إلى مصاف خلنا نقول الدرجة الأولى بسرعة البرق، ما شاء الله كان ما شاء الله كان معنا اليوم النجم القطري فهد الكبيسي، حياك الله. يا هلا وغلا فيك. هلا وسهلا فواز، رحب فيك ورحب بجمهور برنامجك الجميل. الله يسلمك فهد. طبعا انا سعيد انك تحت لي هذه الفرصه. انا اكثر يا اخوي. اي والله ما قصرت يا ابو خالد. معزتك يا ربي يسلمك. ما قصرت ابو خالد، طبعا انت خلصت من حفله وتعبان، بس ما شاء الله عليك يعني. لا بالعكس، جمهور قناة الريان يستاهلون وتستاهل فواز. الله يسلمك. فهد، المعروف عنك ما شاء الله عليك يعني في الفترة الأخيرة نشيط، أعمال كثيرة، تشوف هذه السرعة في الانتشار تشوفها أنها إيجابية ولا سلبية؟ لا بدون شك إيجابية، يعني هو في النهاية ترى هذا شغلي، يعني أنا اليوم محترف فن، ماني بداخل المجال الهاوي. حلو. فبالتالي لما يكون الفنان غير نشيط معناته أنه مقصر في عمله، في واجبه الرئيسي. وأنا أستغرب أحيانا يقول لك والله الفنان فلاني نشيط، هو لازم يكون نشيط، هذا شغله. هذا أنا اليوم لما يكون أكون محترف الفن فلازم أكون مواكب للتطور اللي قاعد يصير، أكون مواكب الأحداث اللي تصير، أكون مواكب للجمهور وتغير الجمهور علي. فهد اليوم جمهوره مو بنفس جمهوره من 10 سنوات يوم بديت، ففي فرق ترى كبير، طلع جير ثاني بيسمع أغاني ثانية، بيسمع موسيقى مختلفة، فلازم أنا أكون مواكب، لازم أركب الموجة قبل لا تغرقك. يعني أنا دائما في الفن ترى الموضوع متسارع، فأحس الفنان اللي يريح شوي يسبق مثل ما يقولون الموجة غرقت بسرعة. يعني ممكن يصير في برود عندك يقل نشاطك؟ أكيد، يعني هو أقول لك قلة نشاط الفنان، الهدوء في بعض الفنانين يصير عندهم دروب أو هدوء أو كسل، خلينا نسميه الكسل، هذا مضر أنا في وجهة نظري، مضر جدا. التواجد اليوم صار مهم لك كفنان، خصوصا أنه صار في عدد كبير من المطربين في الساحة، صار الإعلام يعني متسارع، اليوم تنزل العمل في ثواني موجود في آخر أقصى الأرض، الأغنية هذه تنتشر وتوصل، وبالتالي بسرعة تصير محروقة ومسموعة، يتمللون يبون خلال شهرين تنزلهم أغنية ثانية. مو بنفس الأول، اختلف الوضع، السرعة اللي صارت عندنا في مجتمعنا تخلينا قصب نكون نشيطين. يعني الله يوفقك إن شاء الله. فهد ما شاء الله عليك، أنت تقدم حتى في الكليبات، يعني تقدم شغلات غريبة، أفكار غريبة، هذه الأفكار منك أنت ولا مدروسة مثلاً من فريق عمل؟ هذه الاثنين، يعني في النهاية مدروسة، أن ننزل فيديو كليب في التوقيت الفلاني، لكن فكرة الكليب أنا من الناس اللي حريصين أن أقدم شيء مثل ما قلت لك، يعني هذا تكملة للموضوع الأولي، لازم نقدم شيء. يعني اليوم زمننا هذا صار زمن صراعات، زمن أشياء غريبة، زمن أشياء مختلفة، لأنه صار المعتاد مو مقبول. اليوم أحس أنه ما عاد الجمهور أو المتلقي ينتظر أنه يشوف شلال وحديقة وخلاص، أغلب الناس شافوا الشلالات وشافوا الحدائق وشافوا البحور، فيعني
ما عاد مهم بالنسبة لنا يشوف هالمناظر هذه، وأغلب الناس يعني عدت عليهم بزيادة. فلازم يكون عندك اليوم فكرة في فيديو حلو. في الفيديو كليب اللي تقدمه لازم يكون عندك إبداع مختلف عشان تقدر توصل للجمهور هذا، وتوصل حتى الجمهور مثل ما قلت لك الجيل الجديد. الجيل الجديد ما عاد يعني له ترى الأعمال اللي تقدمها إذا قدمتها بشكل طبيعي، ضروري أن يكون فيها تجدد لأن في غيرك قاعد يجدد. إذا أنت ما جددت ما 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 راح يكون في فرق. زين فهد أنت تدخل في الإخراج؟ إيه طبعا ما في الإخراج، لا تفاصيل الفنية لا طبعا ما أفهم فيها صراحة، لكن من النوع اللي أختار الطريقة، يعني طريقة تصوير 360 الأخيرة اللي قدمناها 360 درجة هذه كانت يعني شفت دعاية لماركة تجارية وحبيت إني أسوي نفسها، فاضطرينا أنا ومخرج ياسر ياسري وياسر شاطر من الناس الفنانين وأخوي يعني كلمته مباشرة وبدينا ندور على الكاميرات هذه وجبناها وشريناها، وما كانت المعدات موجودة يعني بالوطن العربي مو مستغلة، فيعني اشتغلنا على الموضوع وقرينا يعني المانيوال هو قرأ كامل عشان يعرف شلون يقدر يتعامل مع الكاميرات هذه. فمثل ما قلت لك يعني انا اتدخل في الامور اللي الفكر يعني شلون نقدر نطلع بالفيديو، بس التفاصيل لا طبعا ما يعني. بس برافو عليك انك لقطت هذه الفكره بعد يعني سبقت فنانين مثل السيلفي كانت بالنسبه لنا سبق يعني مع انها بسيطه صادق، وهي صراحه كانت فكره عبد الله المناعي احقاقا للحق، وهذا الشخص قدم له تحيه ونمسي عليه ابو محمد يعني رفيق الدرب، والشخص اللي بالفعل استفيد منه وايد ومن افكاره يعني، وهذه كانت فكرته. زين ابو خالد انت ما تخاف ان مثلا مجموعه من المتلقين يقولون احنا حبينا مثلا طريقه التصوير بس العمل او المضمون ما ندري عنه؟ هو صراحة تصير يعني أحيانا الشيء يغلب على شيء، وأنا في مشكلة في أغنيتي يمكن 360 درجة الأخيرة بطلنا حسيت أن غلب التصوير الموسيقى أو غلب الأغنية، لكن أيضا اليوم لما الأغنية تنذاع في إذاعة مباشرة لأنك حتى لو يطري عليك الموضوع وبتكون الأغنية موجود يعني شيء يجذب شيء، أهم شيء تنجح بالنسبة لي أنا حلو. والحمد لله النجاح وصل، عاد يوصل بالموسيقى يوصل بالكليب، هي فكرة احنا نقدم مضمون فني ابداع فني تصوير وموسيقى وغناء، والتوفيق من الله يعني في النهاية انت تشوف يعني اللي تقدر عليه. صح صح. طيب تواجد ياسر الياسر دائما معاك في الفيديو كليب شنو السر؟ والله شوف انا كل مرحلة كان عندي مخرج يعني اشتغلت قبل ياسر الياسري، ياسر اشتغلت مع 4 أو 5 أعمال قبل اشتغلت مع يعقوب المهنة بعد 4 أو 5 أعمال وقبل اشتغلت مع كذا مخرج، فيعني الفترة الأخيرة ارتحت لفكر ياسر. ياسر يعني صار بيني وبينه ارتباط، عارف على قولتهم يفكر قبلي يعني الله. الشيء اللي أبي أفكر فيه بروحه بنفسه يقول لي يا سوي الموضوع ثاني، شاب حريص على وطموح عنده فكر عنده شيء بيقدمه، وهذا الشيء صراحة اللي يخليك تحرص أنك تعامل مع واحد نفسه. ياسر ومتميز حقيقة يعني يتعب على شغله ويحب شغله وايد، وأنا يعني من الناس اللي كثر ما الواحد يكون صادق ومحب ومخلص كثر ما أنت تطمن أن شغلك ما شاء الله أنت مدحته مدح كبير. لا يستاهل، معناته أنك ناوي بعد تتعامل معه. أكيد 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 الله. إيه لا بالعكس يعني أنا كلمته الفترة الأخيرة على كذا عمل وجالسين نجهز أفكار جديدة، وعندنا طبعًا تعرف نحط مجموعة أفكار ونبدأ عقب نختار منها يعني. يعني الحين الله يعينك فهد، أنت أفكار الأغنية، أفكار الكلمة، أفكار اللحن، أفكار التصوير بعد. يعني هذا اللي صاير فواز للأسف إنه يعني. ترى الموضوع كبير. والله. موضوع كبير، موضوع متعب، والناس أحيانًا تعتقد إن المطرب يغني ويمشي. إيه. الحقيقة مو بهذه، الحقيقة في ورشة عمل ترى كبيرة تصير، وانت تقعد تفكر إذا قدمت هالعمل شلون أقدر أقدم له فيديو كليب معين، أبي فكرة معينة لأن هذه الفكرة ما انشغلت من قبل، طيب شلون أشتغلها من أي زاوية أجيبها، في كلمات أحيانا مفرداتنا بنحطها في الأغنية لو تحطها بطريقة أو بأخرى ممكن تطلع مو بحلوة، فبالتالي تدور لها ترى شغلانة الله. شغلانة لكن في النهاية لما ينجح تبيلك كاميرا فوقك فهد في هالورشة هذه بس أيوة هذا برنامج بروحه تصدق ما أخفيك فواز يعني التعب الذهني اللي يتعبه المطرب أنا بالنسبة لي وتبع الفنان النجم اللي قاعد يشتغل اليوم وحريص على شغله، التعب الذهني أكثر ترى من التعب الجسمي أكيد، يعني تتعب وتحس أنك مرهق وأنت يمكن تكون يومين قاعد في البيت بس تحس أنك قاعد تفكر لأنه قاعد تفكر التفكير هذا كارب. وأتوقع المخرجين يمكن والفنيين كلهم يعرفون هالسالفة هذه، يتعبون فكريا لأنه بيطلع شيء
مختلف يعني. يا سما نمجد يا عمري قطر، يا ترى العز ومداهي الكرام، نكتبك حب وتراني مدرار، للوفا نكتب ويكتب كل غرام. يا سما نمجد يا عمري قطر، يا ترى العز دفى شعبك عزيزي للمقام. فهد ما شاء الله عليك، نشاطك حركتك الفنية هذه في هذه الدوامة تستهويك الألقاب؟ فواز أنا أحس أن اللقب إيه بقول لك شكذا تهمك اللقب، بقول لك الحين اللقب بالنسبة لي أنا كفنان يعطيني دافع، يعطيني حافز، يحسسني أن أنا أن الجمهور حابك بطريقة معينة. أحيانا لما تحس أن أنت مار مرور الكرام يعني ينكسر خاطرك على نفسك، تحس انه يعني مو بانا اللي يعني على كثر ما اشتغلت وعلى كثر ما سويت ما حد ترى. اللقب تقدير، ولما يكون اللقب موجود معناته انا قدرت من الجمهور هذا اللي اعطاني هاللقب، فبالعكس شيء يونس وحلو، بس مو بالشيء اللي طموح. هو مش طموح اللقب، هو مجرد اسم او 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 شيء يعطونك اياه الناس رمزي يعبر عن مشاعرهم تجاهك، لكن مو بطموحي، أكيد مو بطموح. يعني في النهاية أنت قاعد تقدم وتسوي أعمالك ويعني شيء حلو. زين، يسبب لك إحراج لقب نجم قطر الأول بما أن أكثر المتلقين وأكثر محبينك يلقبونك هذا اللقب؟ يعني الأول عن جمهوري بس اللي بس أنا بس أسمعه، بس مش الأول عن جمهور غيري يعني. لا أنا اللي أسمعه نجم قطر الأول. شوف ما أدري فواز، أنا ذاك هذه سبب لك إحراج مع الفنانين زملائك في قطر؟ أكيد يعني أكيد، أحيانا الناس تحس إنه يمكن فيها مفاضلة بشكل يعني مو بحلو، لأن في فنانين كبار في قطر سبقوني، وأنا مرة في إذاعة قطر طلعت في العيد الماضي وكان معاي الأستاذ الكبير علي عبد الستار، وطلع واحد من الناس اللي اتصلوا المداخلات وقال انه نبي نتكلم مع فنان قطر الاول فهد الكبيسي. انا قلت لهم في اللقاء هذا واصر وعيد واقول فنان قطر الاول الى اليوم علي عبد الستار، وانا مؤمن بهذا الامر. علي عبد الستار قامه فنيه كبيره، قدم تاريخ وقدم انجاز كبير، قدم مشوار فني عظيم. صعب انك تي انت اليوم في 10 سنوات ولا في 12 سنه تقول والله انا فنان قطر الاول، لأن أنا لو أوصل مواصيل علي عبد الستار عقب 30 سنة فن، يجيني واحد طالع لي من 5-6 سنوات يقول أنا مطرب الأول، صح بيزعلني. مهما كان عندي مطربين سبقوني وايد في الفن، عيسى الكبيسي سبقني في الفن، منصور المهندي سابقني في الفن، كلهم فنانين قد بدأوا وغنوا قبل ما أنا أغني أصلا. فاليوم انتشاري ونجاحي وقبول من عند الناس وتوفيق من الله، لكن مسألة الأول والثاني هذه ترى أنا ما يعني ما تهمني إطلاقا، لأن ممكن أكون الأول عند واحد وفنان ثاني عند مليون، ذاك الثاني أحسن منك. عرفت شلون؟ فأنا لليوم أقول ومصر على هذا الأمر، أنا أعتقد أن فنان قطر الأول بلا منازع على عبد الستار. والله انا اهنيك على صراحتك وعلى تواضعك، ولا انتقاص ترى في عيسى ولا انتقاص في منصور، كلهم فنانين، لكن في وجود بما ان علي ما زال موجود والله يعطيه طول العمر ونايف، هو اللي 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 ماخذ السبق. طيب ابو خالد اذا تسمح لي بس نطلع فاصل قصير. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع مع الفنان الجميل باحساسه وباخلاقه وبروحه فهد الكبيسي، لا تروحون بعيد وخلكم معنا. عودة جديدة لكم مشاهدينا الأحبة مع ضيفنا فهد الكبيسي، ويا هلا وغلا فيك، وما شاء الله الحديث معاك ذو شجون صراحة، مستمتع معاك جدا. يا رب يسلمك. اي والله فهد، فيه مجموعة من محبينك
يحبون يسمعونك باللغة العربية الفصحى، شنو ترد عليهم؟ يا أخي أحترم هالموضوع. أنا ترى غنيت فصحى كثير، وكثر ما غنيت فصحى إلى اليوم متعطش إني أغني فصحى. الله. لكن يا ريت إن في جمهور يحب هاللون، لأن أنا اعتقدت إن الجمهور بدأ يعني ما يحب مثل هالأعمال قاعدين نقدمها، وللأسف تنحط في الأدراج مثل هالأعمال. أتمنى في يوم من الأيام إن نقدم أعمال فصحى ويتقبلونها الجمهور ويحبونها وتنجح معاهم. يعني وعد إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية راح أحاول ألقى يعني كلام فصيح وأقدم للجمهور. يا ريت بطريقة مثلا يعني بستايلك بلونك. إيه ليش لا، بالعكس صحيح كلامك. والله شوف بعد أكون معك صريح زيادة حواز، ما سعيت في الفترة الأخيرة. حلو. ما سعيت، يعني كان عندي مجموعة مشاريع وأعمال وقاعدين نقدم وننزل، وكنت حريص اني اوصل لجمهور معين بشكل معين. الفتره الاخيره بعد يعني صار عندي الحمد لله رب العالمين يعني جمهور يعني يطالبني باعمال معينه قاعد امشي معاه واخذه معاي في الرومانسي العاطفي الحلو اللي بعد في نفس الوقت سريع. فيعني الفتره الاخيره ما سعيت للموضوع، لكن ان شاء الله بفكر فيه. بس ممكن يعني ممكن طبعا. ليش لا، بالعكس قدمت وايد والله. وأنا يعني الحمد لله فترة أخيرة واحد ما يزكي نفسه، لكن يمكن دراستي للقرآن والتجويد عندي مخارج زينة، فحرام إني ما أقدمها يعني. حلو. زين، بما أنك قلتي بكل شفافية وبكل صراحة، كلمني عن الجلسة الأخيرة اللي مع مساعد البلوشي، ونقدم له تحية أيضا. إيه، وليش كتمتوا على الموضوع؟ يعني لا أنت جبت طاري ولا مساعد جاب طاري ترى. شوف الجلسة هذه ترى جلسة حبية، احنا سويناها بشكل حبي جدا. يعني انا كنت في الكويت وكان لي زياره عقب اسبوع، فانا سولف مع ابو جراح فقال لي ان احنا ترى شغالين وبسوي يا اخي في بالي فكره جلسه كذا كذا، واجيب الفنانين ونقدم جلسه طربيه بسيطه بلوك مختلف كذي ليلي. قلت له يا اخي اذا انت جاد انا ترى بيوك بغني معك. انا اقحمت نفسي عليه يعني، ابو جراح ما يقصر، طيب وبيض الله وجهه. وفعلا يعني عقبه بسبوع كان عندي زياره الكويت لمناسبه، وحضرت معاه وغنينا وانبسطنا في الموضوع. الحين قاعدين نمنتج يعني الاعمال هذه، وبعد راس السنه ان شاء الله راح ننزلها، مو بتكتيم لكن نبي نشوف شلون يطلع الموضوع قبل نثيره وعقب نتوحق. خلينا نتاكد ان شاء الله يكون. شنو الالات الموسيقيه اللي كانت عاديه؟ كل الالات اللي استخدمناها، لكن استخدمنا بعد الالات اللي يعني الاكوستيك احنا نسميها، العود، القانون، الناي. حلو. حتى الجيتار بس الجيتار. أيوة. مش الالكتريك الثاني. استخدمنا آلات يعني شوية تطلع الموضوع طربي أكثر مما يطلع بيت وإيقاع وكذا. وغنيتوا مع بعض ولا لا؟ ما غنينا ديو، بس غنينا مجموعة أعمال. يمكن أنا من زمان لي أعمال ما غنيتها وما قدمتها، فقدمتها بشكل ثاني. الله. هو نفس الشيء، قدم مجموعة أعمال عظيمة حتى لفنانين كبار. انت قدمت اعمالك فهد ولا؟ انا قدمت اغلب شيء اعمالي. يمكن ما كاني سمعت انا اغنيه شيء بالغلط، يمكن اغنيه اتوقع اللي قدمتها، والله ما اذكر صديق فواز من فتره، بس كان اغنيه اللي قدمتها ما كانت من اعمالي، لكن اغلب الاعمال كانت لي. مساعد قدم مجموعه اعمال، حتى في اعمال طربيه حلوه صراحه قدمها يعني. حلو حلو. وراح تبث هذه على قناه يوتيوب، احنا مسوينها قناه خاصه بالجلسه هذه، راح تنزل كل الجلسات راح تنزل فيها. احنا تكلمنا يمكن عن 20 اغنيه يمكن ما شاء الله، فالاغاني كلها راح تنزل هناك وحصريه لجمهور هذه القناه ومع قناتي وقناه مساعد، راح يكون في ما شاء الله بين الكل. يعني معناته الموضوع ممكن يتكرر ويستمر طبعاً. بالعكس، اصلا عقب ما خلصنا الجلسه مباشره قلت حق مساعد انه لازم نكررها في جلسه شعبيه، عقب نكررها في مسرح، عقب نكررها. الله. حلوه صراحه. واليوم صار الجمهور ما يشوف التلفزيون مثل ما يشوف اللي يتابع السوشيال ميديا واليوتيوب صح. فلما ننزل ترى على قناه يوتيوب صدقني تنشاف يمكن اكثر من التلفزيون بوايد. صح صح, صح. صدقت صدقت. طيب مو معناته برنامجكم لا 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 بالعكس لا لا، بس هي فعلا الحين طفره السوشيال ميديا معروفه. صح. هذه ما فيها كلام. صح. يعني الواحد لازم يتقبل هالشيء. اي نعم. واحنا كلنا مع السوشيال ميديا يعني. صادق، هي مكمله. اكيد مكمله. وانت ما شاء الله عليك بعد في السوشيال ميديا شغال فترة أخيرة. إيه. ما كل جو نشاط. والله يا أخي مثل ما قلت يعني صارت ضرورة، والله ضرورة فواز. يعني ترى هي من ضمن الموجة اللي لازم تركبها أنت كفنان، لازم تكون موجود ولازم تقدم، ولازم خصوصا جيلنا. يعني أنا ما بتكلم عن الجيل اللي سبقنا، الجيل اللي سبقنا الحمد لله
يعني قدموا وتعبوا وسنين في هالمجال. نعم. وما قصروا وما مو محتاجين حتى نجومية أكثر من نجوميتهم. هم صح. نجوم صح. كبار ولهم قيمتهم. إحنا بالنسبة لنا كفنانين جيل يعني مشينا مع هالتيار لازم أن نكمل فيه. جيل السوشيال ميديا. جيل الإنترنت. أيوة بصوركم معاي. يلا خلوها فوق. الله عليكم. الله بصور سيلفي معاكم على السناب شات. يلا فهد كلمني عن التعاونات اللي دوتوا. انت لك تعاونات كثيره رجاليه. مو بكثيره والله. شو ليش مالك مع العنصر النسائي؟ والله ما في عمل فواز. ما في كلام حسيت انه حلو حق اني اقدمه انا مع بنت. يعني سمعنا كلام مكرر سمعوني. يعني سمعت كذا لحن من كذا ملحن. موضوع مكرر. ما يعني في نجاحات ترى في الـ في الـ في الـ في الديوتهات هذه او دويتو نجاحات في على تاريخ الموسيقى الخليجيه والعربيه. دويتهات معينه ومعروفه نجحت 1 2 3 4. فعشان على 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 اساس مع ان قدموا مجموعه كبيره من الفنانين هالدويتهات بس ما نجحت. نجحت يمكن 3 و4 دويتهات. فلذلك لما انا اقدم ابي اقدم شيء على الاقل انا المس فيه الصدق. يعني انا اصدقه عشان الناس صدقه مني. عرفت يعني اذا انا ما حسيت فيه. فالديو الوحيد اللي قدمته انا مع راشد ما شاء الله. وكان في جلسه يعني كان في جلسه وترى صار حبي. يعني ابو طلال ما قصر. احنا كنا قاعدين وكان تسجيلي قبله وكان بيسجل بعد ما اخلص. فطلبت منه طلبت له ابو طلال عندنا اغنيه كذا كذا وانا حاس فيها. وعبد الله المناع يسمع اللحن كان جديد يعني الاغنيه احنا غنيناها جديد هناك. فقال بس دشت قلبي يلا ابو خالد والله. وغنينا بحبيه يعني عجيب. لاكر فما كان حتى الموضوع مصطنع. عارف يمكن هالشيء اللي خلاها يعني خلاها توصل للناس الحمد لله. طيب لو صار ولقيت عمل من هي الفنانه اللي انت تتمنى انها تكون معك؟ ثلاثة أربعة يعني ما يعني بنعدهم من اللي عندنا اليوم. اليوم بنات جيلي انا متعصب لبلقيس جدا. احبها كفنانه متميزه ومثقفه جدا. عارفه وين رايحه وعارفه ايش قاعد تسوي. ويمكن انا يعني في الفتره الاخيره شكلنا دويتو في اغلب حفلاتنا. في الحفلات نعم قاعدين نقدم مع بعض وسبحان الله يعني كاريزمتنا ماشيه مع بعض في اغلب الحفلات والحمد لله. ذاك اليوم اقول لها يعني اقول لها بلقيس اتوقع لو نقدم ديو ان شاء الله يا رب انه ياخذ له يعني اتوقع انه ياخذ صدى حلو. وغير كذي طبعا في فنانات كثار يعني موجودين في الساحه الفنيه. اسماء منور صوت حلو. جميل. وعد. هند. كلهم ترى اصوات حلوه. بس مثل ما قلت لك في حد انا احسه اقرب بطريقته بصوتها يمكن بلقيس. يا اخي تصدق انا كنت احسبك بتروح لنوال. ما ادري ليش. شوف نوال اكبر من فهد الكريسي انا صريح. لا هو مش على الحجم. لا على أنا أتكلم على الإحساس على الحقيقة. لكن اليوم لما نوال بتسوي فيديو كليب أو سوري بتسوي دويتو أتوقع أنه يعني أولا نوال من الناس اللي من الفنانات اللي من أكثر فنانات قدمت دويتوهات. قدمت مع عبد الله رويشد. قدمت مع فضل شاكر. قدمت وكلباتها نعم. نجحت يعني أغلب اللي قدمت الدويتوهات نجحت. فلذلك مع رابح صقر ومع رابح في الفترة الأخيرة. فيعني نوال حجما وقيمة أكبر. يا ريت يعني أنا أتمنى أني أقدم شيء مع نوال أو حتى أحلام. ترى ثنتينهم يعني. أنا كنت بسألك لو خيرت بين نوال وأحلام تختار من هم؟ خلي يرضون وأنا بغني لهم. يعني دبلوماسي يا جماعة. لا بالعكس. أنا ما أقدر عليك. صادق. الله يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيك. زين فهد إحنا ما شاء الله الوقت مر بسرعة. أنا أبي أطلب منك طلب صغير قبل ما نختم. أغنية تختارها على ذوقك سواء من اللي ما طلع أو من اللي عندك. لها أنا أهتم. لها ولها عليك.
ليه ما يرتاح بالي إلا قربك، ليه أنت اللي من العالم أبيك، ما لها تفسير إلا أني أحبك. الله. حس فيني وباحتياجي للتفاصيل الصغيرة، يا هي بعيوني كبيرة. ليه أنا أهتم ليه ولها عليك، ليه ما يرتاح بالي إلا قربك، ليه أنت اللي من العالم أبي، ما لها تفسير إلا أني أحبك. حس فيني وباحتياجي للتفاصيل الصغيرة، يا هي بعيوني كبيرة. حس فيني وباحتياجي للتفاصيل الصغيرة، يا هي بعيوني كبيرة. ما قصرت أبو خالد صراحة، استمتعت معاك وشاكر لك مرة ثانية تحت هذه الفرصة أبو خالد. العفو بالعكس، وأنا اللي شاكر لك فواز، واليوم طلعت مني كلام حلو وما شاء الله عليك يعني من المذيعين المتألقين أيضا في الفترة الأخيرة، موفق دائما يا رب، ويشرفني أني أكون معك. شرف لي والله، شرف لي. تسلم تسلم. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الأحبة، تقبلوا أجمل التحايا مني ومن طاقم العمل، وفي أمان الله.